السلام عليكم ومبروك عواشركم. مرحبا بكم من جديد في قناتكم أم ريتاج. اليوم غنقترح عليكم حلوة اللي كتجي زوينة ولذيذة وما معروفاش بزاف، هي معروفة في جوايه تاع طنجة والشمال. نتمنى تعجبكم وترقكم ولا عجبتكم. بالنسبة للمقادير عندنا نص كيلو ديال الفرص ديال الحلوة، عندنا معلقة صغيرة ديال حبة حلاوة، معلقة صغيرة ديال النفا، عندنا ربع خمارة ديال الحلوة، عندنا معلقه صغيره ديال القرفه ونص معلقه ديال الملح، عندنا 100 غرام ديال الجنجلان اللي طحناه بلا ما نحمروه لان الحلوه غادي تقلى في الزيت باش ما تعطيناش المروره، عندنا 80 غرام ديال الزبده دايبه، عندنا 80 سنتيلتر ديال الحليب، وعندنا هنا العقده اللي غنديروا من الداخل. طحنا عندنا 250 غرام ديال اللوز طحناه مع 125 غرام ديال السكر، مازال غادي نزيدو عليه واحد جوج معالق ديال ما زهر ونزيدو عليه معلقه ديال الزبده. غادي نصبو كلشي على طحين قرفه والنافع حبه حلاوه نص معلقه ديال الملحه وربع خماره و 100 غرام ديال الجنجلان اللي طحناه، هي صهدناه هي شويه باش يتطحن ونبسبسوه مزيان تيتجانسوا المقادير ديالنا كاملين، عاد نتلاقاو باش نجمعوه ان شاء الله. ومن بعد ما بسسناها مزيان غادي نزيدو ديك 80 غرام ديال الزبده وحنا كنخلطو مزيان. هاد الحليوه هادي منيضه مشهوره في الشمال، لي ما دارهاش في هاد العواشر شي ما دار. زعما قطعه نقديه موني يا كلمه بالاسبانيوليه تمسو مزيان تجي زوينه صدقوني، غير جربوها ما غاديش ندمو، تجي رائعه وحليلوه. بسم الله والعجينه نتاعنا كتجي على هذا الشكل هذا، واخا كتبان لكم شويه قاصحه مازال غادي تطلق. غادي نفرقوها على جوج ونديروها في بلاستيك غذائي واحد 30 دقيقه ونطلقوا. غادي نطلقوا العجينه على هذا الشكل هذا باش نطوها، هذه المرحله هذه مهمه باش تجينا من الداخل مجعبه وشاربه العسل. نعاود عاوتاني نفس العمليه، عاود خاص بالكم قاصحه دابا طلق، هي كتجي بحال العجينه نتاع الشباكيه خاصها تكون شويه قاصحه. عاوتاني نديرو هكذا نديرو هكذا نديروها في بلاستيك غذائي ونخليوها واحد 15 دقيقه ونبداو التوريق. نصايبو عاوتاني الثانيه ونطلقوا من بعد ربع ساعه باش انا ما تكون طلقات لنا العجينه. غادي نطلقوا العجينه على هذا السمك هذا، غادي نطلقوها، نقدروا نطلقوها هكا طويله ونقدروا نطلقوها دائريه ونستفوا العقده ديالنا ونجيبوا وحده اخرى فوق منها ونحطوها. انا اختاريت هكايا كتجيني سهله. غادي نستف العجينه على هذا الشكل هكا هكذا كتجي سهله ضيا تتكملي، ضروري ما نهبطوها شويه كيفاش ما تجيناش عاليه الحلوه ديالنا.
ونقلبوا هذا النص هذا لهنا. على هذا الشكل هكذا هنا. ونقطعوا بهذه القطاعة مشنفة ولا القطاعة العادية. والتقطاع تيبقى على حسب الشكل اللي بغيتي، كبيرة صغيرة، يا على هذا الشكل هذا كتجي حليلوة. طيب معكم غير هادو، عاد نكمل هنا باش ما نطولش عليكم الفيديو. كنجمعوها من الجناب مزيان هكذا باش ما تحليناش في القليب، وكنقشوها بالنقاش. كاين جوج طرق، يا نجمعوها كنشدو العجينه التحتانيه مع الفوقانيه، ولا نشدو الفرشيطه. دابا نصايب معكم وحده بالفرشيطه ونجمعوهم بجوج بجوج بهم، كيجي فيهم منظر زوين. كملوا الدوره كامله، نجمعوا العجينه الفوقانيه مع التحتانيه باش ما تحلش لينا، ومن نساليو نتقبوها من بحال هكا باش ننفسوها باش ما تنفخش لينا في القليو وتفرتت. هذه غنصايبوها بالفرشيطه، غادي نحطوها ونديروها على هذا الشكل هذا هكايا، نجمعو الفوقانية مع التحتانية، نديروها كاملة. ونتقبوها تاهي على هذا الشكل هذا، وانا نستمر نكملهم كاملين ونتلاقاو في القلي ان شاء الله. وغردوهم دابا يتقلاو على نار مهيلة، ما تكونش مجهده باش يطيبوا على خاطرهم، وما نخليوهمش يتحمروا بزاف حيت باقي غيشربوا لنا العسل باش ما يجوش مغلوقين. وها الحليوه نتاعنا وجدات، نطفيوها دابا في العسل ونردو واحده اخرى عاوتاني. وهذا هو الشكل ديال الحليوه ديالنا، استقطرناها من العسل ودرناها في طبيسيل، دردرنا عليها اللوز مقلي او الجنجلان، كتجي زوينه وشاربه العسل، صدقوني غادي تعجبكم. ونتمنى تعجبكم ودعمونا بلي لايك، ونتلاقاو في فيديو قديم ان شاء الله.